نعرف أكثر عن هذا الصاروخ. هذا هو الصاروخ الإيراني نور، ما أرادته الدعاية الإيرانية أن يكون رمزاً لقوة طهران المفترضة، يصبح رمزاً جديداً للإخفاقات العسكرية المتتالية، والذي تمثل بإصابته الفرقاطة كانراك الإيرانية خلال تدريب بحري. نور صاروخ مضاد للسفن يعمل بالوقود الصلب، وتم تصنيعه عام 2005 مثل باقي الصواريخ. يعطيه النظام اسما فارسيا، لكنه في الواقع نسخة مطورة من صاروخ صيني اسمه C-802، يصل مدى النسخة الإيرانية منه إلى 120 كيلومترا، وفي نماذج أخرى إلى أكثر من 220 كيلومترا. نور ينضم إلى قائمة الصواريخ الإيرانية سيئة الذكر التي تسببت بالإهانة للنظام الإيراني. ينضم بالتحديد إلى صاروخ تور M1، والذي كان عنوانا للفشل أيضا، فقد أسقط الطائرة الأوكرانية وقتل 176 شخصا كانوا على متنها. تور M1 هو صاروخ أرجو روسي الصنع وقصير المدى، ويتراوح مداه ما بين 10 إلى 12 كيلومترا. لكن اللافت أن استهداف الطائرة الأوكرانية لم يكن الإخفاق الأول لمنظومة الدفاع الجوي الإيرانية. ففي أغسطس من العام 2010 أسقط الصاروخ ذاته مقاتلة إيرانية من طراز فانتوم F4 عن طريق الخطأ، بعد دخولها منطقة محظورة حول محطة بوشهر النووية.